أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من يمن مونيتور، إيقاف المطابخ الخيرية في صنعاء لصالح المجهود الحربي. صحيفة أمريكية تنشر مقالا باللغة العربية لأول مرة في تاريخها. من العربي الجديد، فنانو اليمن يبحثون عن مدن تمنحهم الحرية والحياة. أهلا بكم. قبل عامين اشتعلت شوارع السويد بعد إقدام مجهول على إحراق جامع في أحد مدنها، واحتج المسلمون في أنحاء مختلفة من العالم وخرجوا في مسيرات. وفي محافظة ذمار لم يكن من أحرق جامع حقار شخص مجهول، بل ميليشيا تسيطر على عدد من المدن، لكن أحدا لم يهتم ولم يجد الخبر اهتماما كافيا رغم إحراق عشرات المصاحف التي يؤمن بها أكثر من 1.6 مليار مسلم. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، لأن سكان القرية رفضوا خطيب الجمعة، الحوثيون يحرقون مسجدا في ذمار. قال شهود عيان، أحرق المسلحون الحوثيون مسجدا في قرية حقار بمديرية جهران شمال مدينة ذمار بعد أن رفض سكان القرية الاستماع لخطيب حوثي. وذكر الشهود للمصدر أونلاين أن سكان القرية غادروا المسجد مع بداية خطبة الجمعة بعد أن صعد إلى المنبر مسلح حوثي يخطب بهم بدلا عن خطيب المسجد، الأمر الذي أثار غضب الحوثيين. وأضافوا أن الحوثيين أشعلوا النيران في المسجد التي التهمت كل محتوياته من مصاحف ومفروشات وأجهزة إلكترونية، وأن المصاحف أحرقت بطريقة مستفزة ومهينة. وطالب سكان القرية بإدانة الحادث الذي يستهدف دور العبادة، ووصفوا ما يقوم به الحوثيون تصرفات إجرامية خالفت القوانين والمعاهدات الإسلامية والأنظمة الدولية التي نصت على حفظ دور العبادة من الانتهاك. وتعرضت عدد من المساجد في محافظة ذمار لانتهاكات، وجرى إغلاق بعضها وتحويل عدد منها إلى أماكن للنوم وتعاطي القات، كما قاموا بزرع الألغام في بعضها وتفجيرها بمحتوياتها. تعتمد الكثير من الأسر الفقيرة في صنعاء على الطعام الذي يقدم لهم من فاعلي خير، لكن هذا لم يعجب الميليشيات التي بدأت منع الأسر من الحصول على هذا الطعام الخيري. ولكن إلى أين يأخذ الحوثيون طعام الفقراء؟ وفقا لموقع يمن مونيتور، إيقاف المطابخ الخيرية في صنعاء لصالح المجهود الحربي. قال الموقع إن المطابخ الخيرية في صنعاء، وهي مبادرات شعبية أعلنت توقفها الكامل عن تسليم الوجبات الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة والنازحة بسبب انقطاع الدعم عنها من قبل رجال الأعمال. وقال رجل أعمال للموقع كان يساهم في تمويلها أن الحوثيين فرضوا عليه ورجال أعمال آخرين تحويل قيمة المواد الأساسية لصالح المجهود الحربي. وظهرت هذه المطابخ كمبادرة شعبية لإيصال الغذاء لأسر لا تمتلك قوت يومها، في محاولة طوعية لجمع التبرعات من التجار والمغتربين لإنقاذ آلاف الجياع في صنعاء عبر عمل مطابخ خيرية كبيرة انطلقت منذ رمضان الماضي في أغلب مديريات أمانة العاصمة. وقال أحد المسؤولين عن مطبخ خيري تم إيقافه إن المطبخ كان يعيل 700 أسرة، ولم نستطع الاستمرار في تقديم هذه الوجبات بعد أن تراجع أداؤنا إلى تقديم الأرز فقط. يضيف، فوجئنا بتزايد عدد الأسر التي تبحث وتنتظر الطعام منذ ساعات الصباح الباكر، ومع الإقبال الشديد وازدياد العدد لم نستطع تغطية هذه الأسر مع انقطاع الدعم. وفي محاولة لمعرفة انقطاع الدعم من قبل التجار ورؤوس الأموال للأعمال الخيرية، قال أحد تجار بيع المواد الأساسية ليمن مونيتور أنه تم تحويل التبرعات والمعونات الخيرية كالدقيق والأرز والسكر إلى المجهود الحربي عبر دفع مبالغ مالية بسندات. لا تسخر، فهذه ليست نكتة بل إنها نكبة. ترى ما هي هذه النكبة التي كتب عنها حسن عبد الوارث في يمن مونيتور طالبا عدم السخرية مما قد يحدث؟ ويقول الكاتب: ثمة مؤامرات خبيثة تحاك اليوم بعناية فائقة ووتيرة حثيثة بغرض تزييف تاريخنا الوطني ووعينا الجمعي في أتون الحرب الشرسة المندلعة الآن. قد استغل أربابها حالات الشتات والاضطراب والانهيار التي يعيشها الشعب جراء هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية، بحيث نصحو في يوم قريب جدا على تاريخ آخر ومفاهيم وطنية وعقدية وأخلاقية أخرى
كلها تدعو إلى الاعتقاد بأننا وطن آخر وشعب آخر، نعيش عهدا آخر وزمانا آخر. وثمة أجيال في بؤرة الاستهداف ولن تعود تدري شيئا عن تاريخنا القريب ناهيك عن البعيد. وأولى بل أخطر أدوات هذه المؤامرة تتمثل في تغيير المناهج التعليمية وإعادة كتابة التاريخ الوطني بنمط فكري وسياسي مغاير، وتسييد نصوص ومفاهيم دينية ومذهبية وطائفية وسلالية وأخلاقية على صفحة الوعي الاجتماعي، لا سيما لدى النشء الجديد بل والقادم، وهو بذرة الصناعة الجيدة لأي مؤامرة استراتيجية بعيدة المدى. سيأتي يوم قريب تسأل فيه ابنك عن ثورة سبتمبر وأكتوبر أو استقلال نوفمبر أو وحدة مايو أو الإمامة أو الاحتلال العثماني أو البريطاني أو غيرها من الأحداث التي مرت بها اليمن ودلالاتها التاريخية، فيظن ولدك أنك تسأله عن أحداث وقعت في القرون الوسطى أو في أقصى النصف الشمالي من القارة القطبية. يعاني المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من تزايد عمليات القتل والخطف والسرقات ومختلف الجرائم الجنائية وسط تعتيم إعلامي وقيود تفرضها جماعة الحوثي على عمل الإعلاميين الساعين إلى كشف الحقائق هناك. وعنوان موقع المشاهد نت: فوضى أمنية في صنعاء، هل فقد الحوثيون السيطرة؟ واستشهد الموقع بعدد من الجرائم البشعة وقعت خلال الفترة القليلة الماضية، كان أبرزها في حي الروضة بصنعاء حيث اغتال مسلحون المواطن أحمد عبد الله جزيلان نجلو مدير أمن مديرية الثورة بصنعاء الموالي لجماعة الحوثي، وقتل مسلحون مجهولون المواطن علي يحيى الأصوع في منطقة سوق الرشيد بالعاصمة صنعاء أثناء قيادته سيارة مدير عام مصنع إسمنت عمران. وفي أغسطس الفائت قتل مسلحون حوثيون ماجد الأسدي بسبب توسطه في قضية اعتداء على أرض سكنية. وفي منتصف يونيو الفائت قتل مسلحون حوثيون وليد فاضل نجلو الناشط الحقوقي نبيل فاضل على خلفية اتهامات كيدية بحيازة مخدرات. بالمقابل طالت عمليات الاغتيال عددا من قيادة جماعة الحوثي بصنعاء ومنهم القيادي صفوان الهبري في حي الصافية وسط العاصمة صنعاء والقيادي صالح السراجي. إلى موقع الصحوة نت والذي تابع جانبا آخر من جرائم الميليشيات وعنوان الموقع: فيما أغلقت 3600 مدرسة، الحوثيون يتسببون بحرمان مليون طفل أو مليوني طفل من التعليم، حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس أن إغلاق تلك المدارس أدى إلى حرمان 1,900,000 طفل من التعليم الرسمي، وأشار إلى أن ما يقارب 2,000 مدرسة أساسية وثانوية تضررت أو استخدمتها الميليشيا الحوثية متارس لميليشياتها وأوقفت رواتب العاملين فيها لمدة عامين. وأشار الوزير لملس إلى أن أكثر من مليون طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس بسبب حرب الميليشيا الحوثية، وأن مليوني طفل لا يحصلون على نظام تعليم رسمي. لا يمكن لأي عاقل أن يرفض مساهمات المجتمع الدولي لحل أزماتنا، ولكن السياسي الذي يظل فارغا فاهه منتظرا هذه المساهمات دون أن تكون لمساهماته هو القدح المعلى، ودون أن يأخذ حذره حتى لا تأتي هذه المساهمات على حساب مصالح شعبه هو سياسي غير جدير بالثقة والاحترام. هذا مقتطف من مقال كتبه الشفيع خضر سعيد في صحيفة القدس العربي. عاملان رئيسيان يتربعان على قمة العوامل الدافعة لتدخل المجتمع الدولي لحل الأزمات ودرء الكوارث السياسية في بلداننا. أولهما فشل النخب السياسية الوطنية في معالجة الأزمات التي تعصف ببلدنا حد تفجر الحروب الأهلية. وثانيهما يتعلق بضمان وحماية مصالح العالم الأول المحرك والقائد لتدخلات المجتمع الدولي. فالحلول التي يطرحها المجتمع الدولي لعلاج الأزمات المتفجرة في دول العالم الثالث تظل دائما جزئية ومؤقتة وهشة تخاطب الظاهرة للجوهر. قولنا هذا يستند إلى جملة من الحقائق الملموسة، منها: أولا انتقائية الحل وانطلاقه من أفكار مسبقة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وقوة المصلحة. ثانيا الحلول إصلاحية، وهذا مفهوم وطبيعي ومتوقع لكنها تحقق فقط تغييرا شكليا يهتم دوما بهيكلة الدولة فقد يحقق متنفسا لكنه لا يمس جذور الأزمة. ثالثا سيطرة فكرة أولوية الاستقرار على الديمقراطية. ورابعا من واقع السيناريوهات التي طرحها العالم الأول لعلاج الأزمة العامة في بلداننا تولد لدينا شعور قوي بأنه لم يعد معنيا بتصوراتنا حول الوحدة في إطار التنوع.
عقب انهيار المعسكر الاشتراكي، ملأت أمريكا الدنيا ضجيجا بخطاب نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها سرعان ما استبدلت بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول 2001 بخطاب تعزيز الاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب، والذي على أساسه متنت تحالفاتها مع الأنظمة الاستبدادية لتلعب هذه الأنظمة دور المقاول من الباطن في الحرب على الإرهاب. ومع تأكيد أمريكا بأن هذه الأنظمة شاخت وآيلة للسقوط، كان لابد من توفر البديل المناسب الذي سيساهم بقوة في تعزيز الخطاب الجديد ويضمن لأمريكا مصالحها. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا باللغة العربية في سابقة ملفتة للنظر للتعبير عن غضب وسخط الأسرة الإعلامية الأمريكية من عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الملائمة للترويج للرواية السعودية التي رفضها العالم. قال الكاتب نيكولاس كريستوف في مقال تحت عنوان رئيس منبطح لأمير مجنون: اعتاد الرؤساء الأمريكيون ستر فسادهم وانحراف سلوكهم من حين لآخر، إلا أن الرئيس ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يستخدم حكومة الولايات المتحدة للتستر على همجية مستبد أجنبي. يضيف: عرفت جمال خاشقجي لأكثر من 15 عاما، ولذا أشعر بالغضب الشديد عند سماع تقارير عن فريق ملكي من السفاحين ضربوه وخدروه وقتلوه، بل بتروا أصابعه، ربما لأنه يكتب بها، ثم قطعوا أوصاله بمنشار عظام، لكنني غاضب بنفس القدر من رد الفعل البائس للبيت الأبيض. ندد ترامب في الماضي مرارا وتكرارا بالرئيس باراك أوباما انحناءه أمام ملك سعودي، إلا أن ترامب اليوم لا ينحني أمام ملك فقط، بل ينبطح أمام أمير مجنون. سبق أن تلاعب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرارا بترامب وجاريد كوشنر، فهو يعرف ما يحرك الأمريكيين، واستطرد قائلا: هناك علاقة تربط أربعة على الأقل من القتلة المزعومين بمحمد بن سلمان. فكما كتبت نيويورك تايمز، وكما لا يخفى على كل من يعرف المملكة العربية السعودية، فإن اعتداء وقحا كهذا لا يمكن أبدا أن يحدث دون موافقة محمد بن سلمان. وبالنسبة للتدخل السعودي في اليمن، تابع كريستوف: هاجم محمد بن سلمان اليمن مسببا ما اعتبرته الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وقصف أطفال المدارس، وترك 8 ملايين يمني على حافة المجاعة، ولم تكن هناك أي عواقب لأفعاله، كما أثار أزمة مع قطر ولم تكن هناك أي عواقب، خطف رئيس وزراء لبنان ولم تكن هناك أي عواقب، سجن مدافعات عن حقوق النساء وابتز رجال الأعمال ولم تكن هناك أي عواقب. وتساءل بالقول: إذا استطاع محمد بن سلمان فعل كل هذا وظل يتلقى الاستحسان والتوقير في أمريكا، فلا عجب أن يعتقد بأن استطاعته أو أن باستطاعته النجاة بتقطيع أوصال صحفي مثير للمشاكل، وإذا لم يواجه أي عواقب جادة هذه المرة أيضا بعد أن صار يلقب أبا منشار، فما الذي سيفعله بعد اليوم؟ فلما اكتشف السرعة كتب سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: في البداية كان مقياس السرعة عند الإنسان الخيل والبغال والأفيال، فركبها وألقى عليها حمولته وعتاده، وذهب يحتل أراض أخرى وينكل بأهلها وينهبهم ويقتلهم ويرفع شارة النصر، وكانت تلك السرعة البرية. ثم اكتشف المراكب فحملها مؤونته وعتاده ومخر البحر إلى بلاد أخرى، ينكل بأهلها ويقتلهم ويبيدهم وينهب أرزاقهم ويحتل بيوتهم، وكانت تلك السرعة البحرية. ثم صنع الطائرات فركبها وحملها قنابلة النووية أحيانا وعلى في الأجواء، يقصف ويدمر ويقتل ويحرق ويسمم، ثم يهبط ليحتل، وكانت تلك السرعة الجوية. أول ما فكر فيه الإنسان على الخيل وفي البحر وفي الجو أرض سواه ومقتنياتهم وغالبا أرواحهم، وكلما قتل آلاف من الناس وخرب الآلاف من البيوت وداس على الآلاف من جثث الأطفال رفع شارة النصر. قاتله بطل وفقيده شهيد، ومقاتل عدوه جبان وفقيده جثة. كم غيرت السرعة في حياة البشر وكم خربت، صغرت حجم العالم وكبرت قلق البشر، وصارت أجواء العالم أكثر اكتظاظا من الطرقات، والناس تتنقل من أرضها إلى أرض سواها، مرة بطائرة عسكرية مقاتلة ومرة بطائرة مدنية مليئة سياحا. أما لاجئو المجاعات والظلم والقهر فبحرا وبرا وجوا وأنفاقا،
كل شيء وقعت عليه يد الإنسان سارع إلى استخدامه في الحرب أولا، الخيل والأفيال والسفن والمدافع والطائرات. وعندما وصل السوفييت إلى مدار الأرض خاف الأمريكيون أن يأتي يوم يرشقونهم بالصواريخ من فوق، ثم تعاونوا معا في صناعة السفن الفضائية. لكن تخيل لو أن كل هذا المال والعلم والعبقرية والوقت صرف على التعاون في صناعة الأدوية، أو البحث عن رديف للمياه العذبة، أو تلقيح التربة في الصحاري. ها هم الأمريكيون والروس وغيرهم يعيشون في عصر جديد من السرعة الفضائية، وفي كل فترة يرسلون جرما إلى المريخ أو كوكب سعيد آخر، والمطلوب ألا يظل مليار بشري دون طعام. فنانون في المنفى، تجارب يمنية في طريق وعرة، هذا ما اختارته صحيفة العربي الجديد عنوانا لمقال لها قالت فيه: ضاق الخناق على أوجه النشاط الإنساني كافة، وبشكل خاص الحركة الثقافي، فحوصر الفن والأدب كما حوصرت السياسة، ولوحق الفنانون اليمنيون كما المعارضين السياسيين. اضطر فنانون إلى الهجرة والبحث عن مكان يمنحهم كفايتهم من الحرية لممارسة الفن والحياة، فانتهى بهم المطاف لاجئين في بلدان شتى ينشدون الحرية والأمان. مثال محمد، مغنية وعازفة جيتار شابة من ضمن من غادروا اليمن، حيث تعيش الآن في كندا. في حديثها إلى العربي الجديد تقول: في أذار 2015 أخذت جيتاري وسافرت ليلا من عدن على متن قوارب اللاجئين اليمنيين إلى جيبوتي. كنت قد توقفت عن الغناء في 2014 بسبب مضايقات تعرضت لها في صنعاء، وقبل مدة قصيرة من مغادرتي وصلتني رسالة تهديد بالحرق بالبنزين إذا لم أكف عن العزف والغناء فتوقفت. تكمل: كان علي مغادرة اليمن، إن أردت مواصلة تجربة موسيقية هاجرت إلى جيبوتي، وهناك عزفت لفترة وعملت على نشر أعمالي، وبعد مدة قصيرة وصلتني دعوات للمشاركة في فعاليات عن اليمن في ألمانيا وكندا، حيث انتهى بالمطاف. أما التشكيلي محمد ردفان فيقول: كنت مقيدا في اليمن ولا أستطيع المشاركة في المعارض التشكيلية الدولية بسبب الحرب. يضيف: البقاء في اليمن على وضعه أو في وضعه الحالي هو سجن، لا يستطيع الفنان المقيم في الداخل أن يتواصل مع العالم الخارجي ولا يتمكن من المشاركة في الفعاليات خارج بلده. وفي أخبارنا المنوعة من شبكة البي بي سي، حيث ذكرت أن رجلا من ولاية أريزونا الأمريكية خرج من حفرة عميقة سقط فيها بعد أن قضى يومين بين الثعابين، وتمكن الرجل من قتل 3 ثعابين بينما كان ينتظر المساعدة حسب ما قال فريق الإنقاذ. وكان جون واديل وهو يبلغ من العمر 62 عاما يدلي بنفسه في فتحة منجم ذهب عمقه 30 مترا حيث كسرت معداته، كما قال صديقه الذي عثر عليه في وقت لاحق، وكسرت ساقا وذيل، وتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة بدون طعام أو شراب كما قال مسؤولون. وقد قام فريق إنقاذ بمحاولة إنقاذه لمدة 6 ساعات من أجل إخراجه من المنجم المهجور ونقله عن طريق الجو إلى المستشفى. ما بين الظل والضوء علاقة متضادة لكنها متكاملة، وهذا ما يظهر جليا في الصور التي سترونها عبر شاشتنا والمأخوذة من صحيفة الديلي تيليغراف. إلى الصور. تقول رسوم الكاريكاتير ما لم تقله آلاف الكلمات، وتوصل رسائل أبلغ بمجرد النظر إليها وقراءة الأفكار التي تتضمنها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.